السلام عليكم أعزائي الطلبة. يعني أنا قاعد تجيني رسائل بخصوص الفائمية، ما أعتقد أكو مشكلة بالرابط، لأنه هسه هذا الرابط أنا دزال يا دكتور محمد ساري مقرر القسم، لكن ما فتحته بالتليفون، لربما بالتليفون أكو بيه مشكلة. فتح على الحاسبة، أنا أرسلت هذا الرابط على الإيميل مالتي، هذا الإيميل اللي موجود، هذا الرابط اسمنا نقرأ عليه، فيزياء الميكانيك الكلاسيكي فهمية، موجودة المعلومات، الاسم الثلاثي، الرقم الجامعي، الإيميل الإلكتروني، وسوي له سبميت. يعني ما أعتقد بها هاي المشكلة اللي قاعد تعانون من عندها، لربما أكو مشكلة بالتليفون. فاللي أرجو منكم كل طالب اللي عنده مشكلة بالتسجيل الفهمية يرجع يفتحها بالحاسبة، يفتح خلي يفتح الإيميل مالته بالإيميل الجامعة، هذا أنا إيميل الجامعة عندي اللي موجود، أقدر أجرب إذا أفتح على إيميل الشخصي اعتيادي إذا ممكن يسجل أو ما يسجل، بس أنا هذا إيميل الشخصي، أنا مدازع على الإيميل الشخصي، هذا هو الرابط اللينك، هذا الإيميل مالتي الشخصي، هم يفتحه. فأرجو من كل طالب اللي عنده مشكلة بالتسجيل على الفامية يفتح الرابط بالحاسبة، على الحاسبة على الجوجل كروم. أنا سحتين، أنا نرجع شنو الجوجل كروم، هذا هو الجوجل كروم، يعني المتصفح، ما أعتقد واحد ما مجرب عليه الجوجل كروم. أفتح بأي إيميل عندي، إيميلاتي موجودة على الجوجل كروم، الرابط أنا راسته على الإيميلات. إذا طالب عانى مشكلة ماكو مشكلة، أنا راح أسجله بالإيميل مالتي. إذا أي طالب عنده مشكلة أرجع أنا أسجله بالإيميلات مالتي، بس إذا سجل بالإيميل مالتي ما راح يستفاد هو، صح أضيف اسمه بس ما راح ينضاف بالكلاسات. فطلاب اللي أرجو منكم إنه التركيز بعملية التسجيل، افتح بالحاسبة وسجل على المقرر. شكرا جزيلا لكم.